جهة واحدة أخرى تابعنا واحد الحصة اللي هي الحصة هذه اللي تاني شاركت فيها فيما بعد حاجيكم الحلقة تاعي، اللي هي جات كانت في الجزائر وان، في الجزائر وان وين كان ضيف هذه الحصة أحد المتقدمين إلى وزارة الداخلية بطلب اعتماد حزب من سنوات طويلة وهو ينتظر ما عطاوش الاعتماد لأسباب هم يعلمونها طبعا. المهم الشيء اللي فاجأني أن الإعلامية فريدة سألت هذا الشخص، قالت له سألته عني، قالها أنا السيدة هذه نقولها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يعني عليا أنايا يعني. علاه؟ قالت له علاش؟ قالها لأمر شخصي. علاش أمر شخصي هذا؟ واش هو أمر شخصي هذا؟ السيد هذا بن غنيسة، هذا أنا بالك لقيته في حياتي في مناسبات هكا سطحية في إطار عمل نشاط سياسي ولا جمعوي، بالك لقيته 3 مرات ولا، وربما زارني مرة في المكتب لما في 2013 ولا. طيب هذا السيد هذا وش هو؟ علاش يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليا ولأمر شخصي؟ أنا ما يعني ما كانش بودي باش نحكي وش كاين، ولكن أنا مضطرة باش نحكي لأنه هو أجبرني على أني نحكي. هذا السيد هذا في يوم من الأيام اتصل بي، وأنا قلت لكم ما عنديش اتصال بي، يعني ما عنديش علاقة به كرئيس حزب ولا كإنسان ما فنتعامل معاه ولا، ما كانت لقاءات عابرة مرة ولا زوج في مكان عام ولا في مناسبة نشاط حزبي تلاقينا ولا. اتصل بيا بالهاتف، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فلان وش راكي أخت؟ لاباس سيدة أستاذة؟ لاباس. قال لي انا راني قصدتك في امر. قلت له تفضل، واش قصدتني؟ خير؟ قال لي انا راني محتاج مبلغ مالي، حابك تسلفي لي مبلغ مالي. طبعا انا في نفسيتي يعني كامراه، تعرفوا باللي المجتمع الجزائري ذكوري وعنده اعراف، وعنده يعني عاده الرجل كيعود ما يعرفش مرا مليح ولا ماهيش من العائله تاعو ولا ماهيش مرا فام دخصاته، يعني مش عادي انه يعيط لها ويقولها سلفي لي دراهم، يعني حاجه شويه فبيزار. ما عليناش. قلت له خير، واش انا كنت قادره نجاوبه هكا، ولكن انا قلت واش كاين غير الخير؟ قال لي انا الوالده نتاعي ديتها للمستشفى في قسنطينه وهي في عياده خاصه باش دير عمليه جراحيه قيمتها يعني التكلفه نتاعها 30 مليون سنتيم، 30 مليون سنتيم، وما عنديش المبلغ هذا، وراني قاعد نجمع فيه وراني ندور على رؤساء الاحزاب زملائي كاش ما يلموا لي باش نسلك المبلغ هذا. يعني هنا تلقى روحك محرج، يعني انك امام موقف انساني. لو كنا نشوف الحقيقه، يعني الا كان هذا الامر حقيقي فهو موقف انساني، يعني ترفض ولا توافق، هنا قضيه تقلد تشوف الظروف نتاعك وفي نفس الوقت تشوف. طيب قلت له كيفاه يعني ما عندكش انت باش تسلك الوالده نتاعك باش تداوي لدرجه 30 مليون سنتيم؟ ما عندكش؟ قال لي ما عنديش، يعني نلم في الجماعه، راني داير على الجماعه على رؤساء الاحزاب والناس راني قاعد نلم لها. طيب معليش، خممت شنو راح نقول له. قلت له معليش دوك نشوفو ندبر لك. قلت له شحال يعني؟ قال لي ما نطلبش عليك بزاف، قال لي يعني طلبت من كل واحد يعطيني 5 ملايين سنتيم. 5 ملايين سنتيم؟ قلت معليش 5 ملايين سنتيم مقدور عليها، يعني نسلفوها لك، ولا قدرت تردها ردها، لا ما قدرتش اسمح اعتبرها صدقه على الوالد. طيب قال لي بارك الله فيك، وقته نجي. قلت له غدوه ان شاء الله جويه، قلت له 12 ولا حاجه هكا. المهم قلت له هاك جوز ليا وين المكتب؟ هو ما يعرفش المكتب طبعا. قلت له نعت لك في الهاتف، نعت لك، نعت له البلديه، ولكن بقى المكان بالتحديد ما يعرفوش. قلت له كي توصل ان شاء الله رانا نوجهوك. حطينا التليفون، هزيت انا مبلغ مالي حطيته في انفلوب، كتبت فوقه بن فؤاد بن غنيسة يسلم للسيد فؤاد بن غنيسة. في حالة ما قلت له كان ما نقدرش يعني نكون موجودة ولا، كنت راح نكلف المساعدة تاعي انها كي تجي تستقبله وتمدلو المبلغ هذاك، فهذه طريقة نخدم بها. جاء رن الهاتف مرة أخرى، السلام عليكم. وعليكم السلام، يتصل بي رئيس حزب. قال لي نقدر نجي نشوفك غدوة؟ قلت له أنا غدوة ربما حنستقبل بن غنيسة، إلا كان ما رحتش للبرلمان
راني حنستقبله هو، فنفضل ان احنا نتلاقاو بعد غد خير، لاننا حنستقبله برك نعطيه واحد الامانه وبعد نروح للبرلمان. كانت عندي جلسه، قال لي شكون بن غنيسه، قال له واش تستقبليه؟ قلت له نسحقه في امر، هو سحقني في واحد الامر، قال لي ما تقولي ليش اتصل بك انت تاني وقال لك اعطيني دراهم. ايه قلت له فعلا، قلت له اتصل بيا وقال لي اعطيني دراهم، علاش تاني طلب منك دراهم؟ قال لي طلب مني دراهم ومال في ديرها، قال لي ماشي جديده هذه، قال لي طلب مني ومن غيري، قال لي احذريه راهو انسان محتال، راهو انسان محتال وراهي هذه هي طريقته في لم الاموال وباش يعيش هكا هو. قلت له راجل اتقي الله، بالك السيد محتاج صح ولا، ويقول ممرضه وكامل. قال لي ما تمنعش، قال لي هذا الانسان راهو يكذب على الناس وراهو انسان محتال وراهو ما عنده حتى، وانا يعني ننصحك ابتعدي عليه وما تستقبليش وقطعي علاقتك به. قال لي ولا ما صدقتينيش اتصلي بفلان رئيس حزب واحد اخر، قال لي اتصلي بيه يحكي لك عليه. قال لي نزيد نعطيك دليل واحد اخر، قال لي كاين هذا السيد، قال لي راهو مداير انونس، ما عندوش بزاف اللي مداير اعلان في الحساب تاعو ولا في الجدار تاعو، يطلب كاتبه اون سكرتير كاليفي، قال لك لازم يشترط انها ما تكونش متحجبه، والسي في تاعها يبعثوا لها، تبعث له السي في تاعها على الخاص وتكون جميله جدا، ويعرض عليها 5 ملايين سنتيم في الشهر راتب زائد التحفيزات والامتيازات. قال لي هذا اللي ما عندوش باش يداوي امه يقدر يسلك سكرتير بهذا، يطلب المواصفات والشروط ويزيد يعرض عليها مبلغ تاع 5 ملايين سنتيم اللي مازالوا ما داوهش ناس دي زونسيان ايتو. قال لي سكي برو بلي راهو ما كاش منها بلي راهو محتاج، انما راهو يحتال، وحتى الا كان راهو محتاج راهو محتال. دخلت انا للصفحه نتاعو ولقيتها صح، لقيت الاعلان هذا ولقيت انه يطلب في كاتبه محترفه يعرض عليها مبلغ ابتدائي، يعني يبدا لها الراتب من 5 ملايين، ويشرط انها ما تكونش متحجبه وتكون جميله جدا، وتبعث له السي في نتاعها على الخاص. لو كنتو مكاني واش ديروا؟ حتما زاد جا زوجي في الليل اتصلت به، قلت له هضرت معاه قلت له واش صرا وصرا وصرا، قال لي يا مرا واش بيه، قال لي سيدة راه راح جاب اموال طائله من الخارج، وراو عنده تصرفات غير لائقه وما يليقش اصلا حتى باش تستقبليه. يعني قال لي فضلا انك زيد تعطيه دراهم، قال لي صافا واش راح يحكي على هاد الدراهم هادو. المهم غلقنا الملف كأن شيء لم يحدث، كأن شيء لم يحدث. هذه هي الحكايه. الغدوه من داك هو كي انا رحت للبرلمان كنت عندي خدمه، كي عيط لي هو كنت مشغوله فما رديتش عليه، كتب لي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل لما انا ما رديتش عليه ولما انا ما عطيتلوش المبلغ المالي اللي كان ينتظر فيه. هذه هي الحكايه تاع بن غنيسه اللي راح يحكي فيها في الجزائر 1. يدوك الا كان حنا كل محتال يحب يجي يحتال علينا ما نمدولوش، يقولنا حسبي الله ونعم الوكيل، ابا نقولوا له قول منا ليوم القيامه عاودها وقولها، لكن بين علاه، علاش ما حبيش تقول بلي انا طلبت منها مبلغ مالي وهي ما مدت ليش؟ هذا ما كان. الا كنتو ما راكو تشوفوا بلي راهو كان لازم نمدلو، قوموني قوموني ولا حطوا فوسكم مكاني، هذا ما كان.